العمالة. معكم حافظة ودغيري، زوجة أحد العائدين إلى أرض الوطن، وهذه تقريبا من 94 دخل إلى أرض الوطن وما عمره استفاد من شي حاجة، ما عمره استفاد لا من السكن ولا من شي حاجة اللي هي مستحقة ديالو. من 2013 وهذا الملف يعني كنبحثوا فيه وكان ماشي كان يعني كان نشوفوا على الله لا تكون شي استجابة لا من الناس رؤساء المصالح باش يديروا معنا شي حل. البدايه كانت فاجئ بانه ما منحقوش السكن وما منحقوش هذا، داكشي علاش نط انا كنبحث راسي، لان الزوج ديالي بقى كيمشي ويجي كيمشي ويجي كيمشي ويجي، حتى صراحه يعني كيفكر بانه كاع يخوي هذه الارض السعيده، لانه هو من هنايا منطف هنا الحمد لله بالاقليم تابع لوزاره الصحه، والسكن ما عندوش، وكان داك ساعات ما عندوش الوليدات. اما نحن أسرة عائد تستغيث وكتستغيث، وكنتمناو من السيد العامل نتمناو بأنه إن شاء الله يكون في يعني يبحث في هذا الملف ديالنا، لأن من 2013 هذا الشيء ماشي ما كيبقى ما يعني يعني حالة مستعجلة. أسرة بأكملها يعني حنقولوا شي به ضائعة حقيقة الله. بالنسبة لك أنت حافظة يعني أنك لجأتي عبر مراسلة المسؤولة، العدة راه كاين شكاية منها، كاين عدة شكايات للمصالح اللي هي مسؤولة على هاد الملفات. الحمد لله كقسم الشؤون الداخلية يعني الناس المسؤولين، ومني كنمشيو اليوم أنا كنتفاجئ بأنه لأن عدة مشيات كنمشي ونجي، أنا بوليداتي ما كنتش كنقريهم، علاش؟ لأنني بغيت يديروا معنا الحل، لأنه باش نضيعوا هاد الأسرة اللي هي حقيقة، لأن حنا بغينا نستافدوا غير من داك الاستحقاقات اللي كيعطي سيدنا الله ينصرو، اللي كيتعطى العائدين الحق، اللي كيتعطى المشروع العائدين، هذا هو اللي كنجدوا به من 2013 لدابا. يعني انا بغيت نعرف علاش هذا الملف ما داروش فيه تحقيق، ما علاش، بغيت غير نفهم انا السؤال ديالي المطروح، علاش ما بغاوش هاد محمد فاضل اللي كينتمي من قبيله اهل بارك الله صحراوي الاصل وداخل في 94 والحمد لله حظى بوظيفه عطاها له سيدنا الله يرحمه الحسن الثاني الله يرحمه، عطاها له يعني لو كان ما كانش ديك الوظيفه ما غاديش من عامل الاقليم، يعني يتم مبدا هذا الشيء هذا اللي حقيقه للمواطنين، فتح حوار للمواطنين، لانه عده رسائل عده ارساليات. لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.